هل أنت متعب من الزوار المزعجين؟ أو أنك في كثير من الأحيان غير متواجد في المنزل؟ لا تقلق، نحن نقدم لك منتج بعلامة تجارية جديدة اسمه جرس باب جعفر بالفيديو، والذي سوف يسمح لك معرفة من وراء الباب في أي مكان تواجد. كما يمكنك التحدث مع زائرك من خلال هاتفك، وإذا لم تتمكن من الرد على الهاتف فإن جرس الباب سيقوم تلقائيا بتسجيل الزائر بالفيديو وإرسال هذا التسجيل إلى البريد الإلكتروني الخاص بك أو الهاتف بشكل رسالة MMS. جرس الباب مزود بكاميرا رقمية، ميكروفون، سماعة، جهاز استشعار الحركة وهوائي واي فاي. جرس الباب مزود بجهاز استشعار الحركة الذي يكتشف على الفور أي حركة في نطاق 5 أمتار، ومن ثم يقوم تلقائيا باستدعاء صاحب المنزل وتشغيل كاميرا الفيديو مع الميكروفون كي يتمكن من رؤية وسماع ما يجري في الوقت الحالي أمام باب منزله. ببساطة قم بتوصيل الجهاز إلى الإنترنت لديك عن طريق واي فاي وطاقة كهربائية بقوة 12 فولت، ثم قم بتحميل التطبيق مجانا من متجر أبل أو جوجل بلاي والبدء في استخدامه. إنه سهل الاستعمال، وبإمكانك رصد جميع زوارك عند غيابك والتحكم الكامل على باب منزلك عن طريق أي هاتف ذكي. جعفر للتقنية العالية، نحن نتجاوز توقعاتكم.